رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء قبل الجلسة بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنتائج الإيجابية لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمباحثات التي أجراها سموه مع سمو الشيخ محمد بن زايد الهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدورها في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك بينهما في المجالات كافة بما يدعم العلاقات الثنائية والعمل الخليجي المشترك. مشيدا المجلس ضمن هذا السياق بمتانة وقوة العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والحرص على تطويرها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين الشقيقين. بعد ذلك هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح الجولة الأسيوية ونتائجها المثمرة التي ستكون لها دون شك انعكاساتها الإيجابية على منظومة مجلس التعاون. فنجاح زيارات خادم الحرمين الشريفين هو نجاح لنا جميعا، مشيدا سموه بالدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين عربيا وإسلاميا وعالميا في الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين. بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإطلاق جائزة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة عالميا، وهو ما يعكس النجاح الذي حققته مملكة البحرين في سبيل تمكين المرأة استراتيجيا وبرامجيا والتقدير العالمي للنموذج البحريني في هذا المجال. بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بموقف الإدارة الأمريكية الداعم لجهود مملكة البحرين والجهود الدولية المبذولة على مكافحة التنظيمات الإرهابية وإصرارها على مواجهة الإرهاب والإرهابيين. إلى ذلك فقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي أيدت الحقيقة ولازمت المصداقية تجاه الواقع الحقوقي والمنجزات والتطورات التي تحققت بمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان بمواقفها المشرفة ضد المعلومات والإدعاءات المغلوطة التي تثار ضد المملكة في هذا الخصوص. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بخصوصها ما يلي: أولا، وافق مجلس الوزراء على البدء في إعداد نظام يهيئ لاستحداث جائزة للإبداع وجودة العمل الحكومي لتضاف إلى الجوائز والمبادرات التي تتبناها الحكومة من أجل خلق التنافسية بين الوزارات والجهات الحكومية تعزيزا للإنتاجية وتكريسا للتحفيز الذي يقود إلى التميز وتحقيقا للرغبة المرفوعة بهذا الخصوص من مجلس النواب. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على تبني الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بتمديد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبية المتزوجة من بحريني من 2 إلى 5 سنوات متى ما تجاوزت فترة زواجها مدة 5 سنوات ولديها أطفال بحرينيين وتعيش على أرض الوطن وتجدد لذات الفترة. ثالثا، بحث مجلس الوزراء التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية والتي تضع الأطر الموضوعة والإجراءات لتسليم أي شخص بناء على طلب أحد الطرفين من أجل اتخاذ أي من الإجراءات الجنائية وتنفيذ الأحكام القضائية في إطار الجرائم التي تستوجب التسليم. وأحال المجلس الاتفاقية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للمضي في إجراءات المصادقة عليها. رابعا، بحث مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليمهما وفيما ورائهما، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. خامسا، بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة تتعلق بتعيين ملحق تجاري في السفارات واستثمار بعض العقارات الحكومية في الخارج، ووافق على مسودة رد الحكومة التي أعدتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأنها.